ليله نهائي جوت تالنت بموسمه السادس. اردناها احتفاليه تشبه الفرح الذي يعم البرنامج باستوديو. موسم متميز لانه كان في طاقات كبيره من بلاد المغرب العربي، كان في مشاركه كتير كبيره وعدد لا يستهان به من المشاركين، كلهم بينوا عن موهبة عالية ومهنية وقدرة على الأداء. وطبعا في فرقة من المغرب العربي بالنهائي، ايه بس انه خلينا نشوف مين رح يربح الليلة. صح، خمس فرق مغربية بنهائي جوت تالنت، وهيدا منه جديد. اذا بتراجعوا تاريخ برامجنا المواهب كلها، حضور بلاد المغرب العربي والمغرب تحديدا واسع جدا بايدل وبي ذا فويس وبي فويس كيدز وبي جوت تالنت، فهذا منه جديد، هذا طبيعي. خمس مواهب مغربيه، المغرب دائما 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 بهالبرنامج بيطلع له حصه الاسد، لانه المواهب المغربيه اما المواهب المغاربيه كلها عظيمه. وتميز هالبرنامج من اول صدوره باكتشاف المواهب بالمغرب، ونحن كثير فخورين بكام بي سي بهالموضوع هذا. شو بتقولوا برشا؟ انا بحبكم برشا بزاف وموهوبين بزاف وبتجننوا. شو زادور لو ماروك وام كومينج سون. اكيد يعني كبير جدا بالنسبه لنا كلنا، اللحظه اللي كلنا مستنيينها زي نهايه كل موسم، مين هيحمل لقب عارف جوت تالنت؟ اكيد كلنا مستنيين، يعني زينا زي بجد الناس بتتفرج علينا في البيت. مش عارف اقول لك ايه الصراحه، كلنا متحمسين، تعبنا شهور، والنهارده هو اليوم اللي بجد اللي هينجز كل حاجه. في خمسه من اصل 10 مغرب مسيطره، يعني في سيطره مش طبيعيه للمغرب، بس بصراحه كلهم احلى من بعض. طبعا انا اول حاجه بنت الام بي سي، واليوم فرحانه بزاف انني نكون يعني حاضره نهائيات ديال برنامج عربس جوت تالنت. وما تبعتوش صراحه بزاف، ما عرفت بان كاينين فيه مغاربه، فاكيد غادي نكون باش نشجعهم، وان شاء الله كنتمنوا اللقب يكون مغربي وصافي. انا جد فرحانه انني نكون متواجده في لا فينال ديال عرب جوت تالنت. هو من اكبر برامج اللي كيعرفوا نجاح كبير في لو موند عرب، دونك انا فرحانه وكنشكر ام بي سي على الدعوه ديالها. ليله جدا جميله، لانه تفكرت احساسي فاش كنت في برنامج عرب ايدل، فشيء جدا جميل، وكنشرفنا اليوم موجوده كوحده من ابناء ام بي سي انه نكون في احتفاليه الفاينل ديال عرب جوت تالنت.